أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقلنا إن قول الحق أولئك إشارة إلى ما تقدم في قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. ثم بين الحق سبحانه أوصاف المتقين فقال الذين ينفقون السراء والضراء ينفقون في السراء نفقة الشكر وينفقون في الضراء نفقة الذكر والتضرع. لأن النعمة حين توجد بسراء تحتاج شكرا لهذه النعمة، وفي الضراء تقتضي ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفق آثار النقمة. إذا فهم ينفقون سواء كانوا في عسر أو كانوا في يسر، وكثير من الناس ينسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة جاءت عن علم منهم، وبعض الناس تلهيهم النقمة عن أن يحسوا بآلام الغير ويشغلون بآلام أنفسهم. لكن المؤمنين لا ينسون ربهم أبدا وأمره في الإنفاق في العسر وفي اليسر، ولذلك قالوا فلان لا يقبض يده في يوم العرس او يوم الحدث. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذلك لون من تطمين المؤمن على اغيار نفسه وعلى ان يستجيب مرة لنزغات الشيطان، فهذه لا تخرجه عن حظيرة التقوى، لان الله جعل ذلك وصفا للمتقين. الذين والذين 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 اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، فتلك لا تخرجهم ابدا عن وصفهم بانهم متقون. ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، كما قلنا سابقا انهم اخبروا بذلك، يعني لم يجرموا الا بنص ولم يعاقبوا الا بجريمة. اولئك اشارة لكل هؤلاء. يلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين هذا العمل من التقوى قوسين، قوس ابتدأ به في قوله وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين، ثم وصفهم وبعد ذلك نهى الامر بان يقول اولئك ايضا جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تحتها. الجنة الاولى التي ذكرها الله انهادا للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدي الى هذه الجنة، وبعد ذلك ذكر الاوصاف والاوصاف فجعلها اجرا. ونعم اجر العاملين. الاجر عادة هو ما يأخذه العامل نتيجة لعمله. والاجر حين يأخذه العامل نتيجة لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه. فاذا كان يريد العمل وفيه عاملين كثر ربما قلل الاجر، وان كانوا قلة ربما زاد الاجر. اذا فزيادة الاجر ونقص الاجر تقدير لمن؟ تقدير من صاحب العمل، وايضا تقدير للعامل. فان طلب العامل من اصحاب عمل متعددين فله ان يطلب زيادة، وان لم يطلب قبل اولا. اذا فالمسألة مسألة حاجة من صاحب عمل او حاجة من عامل. ننظر الى الصفقة في الاخرة، هي بين من ومن؟ هي بين اله لا يحتاج لعملك.
ربنا إله لا يحتاج لعملك، فهو مع أنه لا يحتاج لعملك جعل لعملك أجرا. ما هذه المسألة؟ هو مش محتاج لعملك وعمل لك ايه؟ أجر. وبعدين قال لك الأجر ده هو القدر الحد الأدنى، لكن أنا لي أن أضاعف هذا الأجر ولي أن أتفضل عليك فوق الأجر. يبقى كم مرحلة؟ مع أنه لا يستفيد من هذا الإيه؟ إذن فالحاجة من جهة واحدة، ومع ذلك يعطيك الأجر لا على قدر العمل فقط، لأن الذي تعمل له يوما يعطيك مثلا ما يفوتك يوما أو يوما ونصف، ولكن الذي يعطيك الأجر من تأخذ الأجر من يد الله يعطيك أجرا لا تنتهي مدة إنفاقك منه. إيه المسألة دي؟ قال لك ونعم هذا هو الأجر الذي يقال فيه نعم هذا الأجر، لانه اجر ايه؟ ما يتناسبش مع مجهودي وجاي من جهة لا تحتاج الى مجهودي، اذا فهو متفضل علي اولا ومتفضل علي اخيرا، ليدل الحق سبحانه وتعالى انك حين تعمل الطاعة ويعود اثر الطاعة على نفسك يعطيك الله اجرا على ذلك. ان هذه الايات جاءت بين ايات معركة احد استغلالا للاحداث التي وقعت في احد، حتى اذا عاش الانسان في تصور الاحداث قلنا تكون الاحداث ساخنة فتبقى التقاط العبرة منها قريب الى النفس لان لها واقع يحكمها. الحق سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك قد خلت من قبلكم سنن، يعني انتم لستم بدعا في هذه المعاملة. خلت يعني مضت، ومضت يعني حصل واقع في ازمان سبقت هذا الكلام. وعادة الاخبار التي يتكلم بها الانسان مرة تكون خبرا يحتمل الصدق والكذب، فبقول المسألة مش محتملة لا صدق ولا كذب لأن الواقع مش هيجي، ده الواقع سبق، فبمجرد أن يجيء الكلام لا ننتظر واقعا يؤكد صدق الكلام، لا ده الواقع قبل كده حصل. فبقول قد خلت من قبلكم سنن، ما معنى السنن؟ السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه بما يحقق مصلحة ذلك الكون. مصلحة الكون كله بتصب في من؟ تصب في الانسان. اذا كل الكون ده جمادا ونباتا وحيوانا، هذا فيما يرى وفيما يحس، والعوالم التي لا ترى ايضا كلها في خدمة من؟ في خدمة الانسان. اذا السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه ليضمن لمن؟ ليضمن للانسان السيد في هذا الكون ما يحقق مصلحته. ما هي مصلحته؟ في ان يسود الحق في الانسان المختار كما ساد الحق في الكون المسير. الكون قبل الانسان قلنا ان فيه تسخير، وتسخير يعني لا ارادة له، لا ارادة للجماد ولا ارادة للنبات ولا ارادة للحيوان في ان تفعل لك الخير او لا تفعل. عمرك ما جيت تزرع في ارض صالحة للزرع وتحط البذرة وتحط البتاع وبعدين الارض قالت ما تديكش، او ما استخفتش دمك عشان تديك، او قالت مثلا ده كافر ما تديك. مسخرة لخدمة ذلك الانسان ما دام يأخذ بأسبابها تؤدي له، والحيوانات ايضا مسخرة لخدمتك لا باختيارك ولا بقدرة تسخيرك لها،
ولكن بتسخير الله لها ان تفعل. وقلنا ان الانسان يبقى عنده مثلا مطية زي الفلاحين، فمرة يجعلها تحمل اكوام السباخ، وبعد ذلك يلوح له ان يخرجها الى انها تصير مطية له ومركبا، ويدللها بالاشياء التي تعرفونها من لجام جميل وسرج اجمل وهو الى اخره، ويرفهها في حياتها وينظفها. هذه في الاولى امتنعت وفي الثانية امتنعت، تعملها زي ما تعملها تمشي قد بعضها. اذا ما فيش ابدا اختيار، اذا لا الجماد له اختيار ولا النبات له اختيار ولا الحيوان له اختيار، انما الاختيار لمن بقى؟ للانسان. الاختيار حكمه الله بمقادير هو مسخر فيها، حتى لا يظن انه انفلت بالسيادة فاصبحت له قدرة ذاتية يحكمه باشياء يجعلها ايه؟ قهرية عليه، عشان يظل في اطار التسخير. ويترك له اشياء ليبقي له الاختيار. فاذا ما نظرنا الى الكون وجدنا ان ما لا اختيار فيه لشيء يسير على احدث نظام ولا تصادم، واللي فيه اختيار للانسان هو اللي بيختل. ليه بيختل؟ انك لانه يختار على غير منهج الذي خلق. اذا تريد ان يستقيم لك الامر ايها المختار، فاجعل اختيارك في اطار منهج الله. حين تجعل اختيارك في اطار منهج الله تكون اصبحت مسخرا كبقية الاجناس، وتسير الامور معك بانتظام. كل شيء لو نقارن بين شيء لك فيه اختيار وعمل وشيء لا اختيار لك فيه ولا عمل، تقوم تجد الشيء اللي مالكش فيه اختيار مستقيم امره لا خلاف ابدا فيه، والشيء اللي فيه اختيارك او فيه عملك او ايدك دخلت فيه هو اللي يجي منه الايه؟ الخسارة. احنا قلنا زمان لو نظرت الى وسيلة مواصلات من الحيوانات، الجمال او الخيل او الحمير، وبعد ذلك ماشيين وده رايح وده جاي، عمركش شفت حمارين متقابلين كده اصطدموا ببعض وموتوا اللي راكبهم؟ هم يفادوا بعضهم كده حتى ولو كنت انت نايم، ركب ونايم كده هم يفادوا بعض ويعملوا كده، مش حصلش حاجه من ده ابدا. مهما كانوا في زحمه، في زحمه يتبدل بعض وده يفادي نفسه من ده وده يفادي منه، ايه ده منك؟ لان ده من نفاق تسخيره. طب انظر انت لما تدخلت بقى عشان تعمل وسيله مواصلات، فعملت سيارات مع انك انت اللي بتقودها برضه، مع انك انت اللي بتقودها، ابتدات بقى تيجي المخالفات، تيجي المخالفات وده تتصدم معادي وتعمل لها حوادث واشياء اخرى. اقول لك لان لك يد فيه. الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا ان يدلك على ان ما خلق مسخرا بامر الله وتوجيه لا يتاتى منه فساد ابدا، وانما يتاتى الفساد مما لك فيه اختيار. فحاول ان تختار في اطار منهج الله. يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، ابقى صدق، لان لما ربنا سخر الاشياء مشي، فلو انت اطعت الاوامر بتاعته تمشي الامور ولا لا؟ ولذلك قلنا لم يشتكي الناس ابدا في الدنيا كلها ازمه شمس، ولم يشتكوا ازمه هواء. اشمعنى اشتكوا ازمه طعام؟ لان ده الانسان له دخل في ايه؟ له دخل فيها. اذا فما للانسان فيه دخل، يبقى لازم يحكم قانون التكليف من الله، افعل كذا ولا تفعل ايه؟ ولا تفعل كذا. اذا الكون مخلوق بحق، ومعنى بحق يعني ايه؟ يعني كل شيء في الوجود يؤدي ايه؟ ما سخر من اجله. كل حاجة مخلوقة بحق. طب والانسان؟ قال لك هو مخلوق بحق، بس اذا ضميت التكليف لمين؟ للاختيار. ان ترك التكليف وخد الاختيار يبقى هنا يجي باطل، يجي ايه؟ باطل. والكون مبني على الحق، ما خلقناهما الا بالايه؟ بالحق.
حق قضايا ثابتة ما تتخلفش وما فيش حاجة تعتدي على حاجة أبدا. الله، تبقى إذا ما دام الإنسان اختياره هو اللي بيجيب مقابل الحق يبقى بيجيب إيه؟ بيجيب باطل. يوم الله سبحانه وتعالى يأتي ويعمل الطريقة اللي يكون بها هذا الكون إن يبين إن الحق لا بد في عرف الناس يصطدم بالباطل والباطل يصطدم بالحق، ولكن الحق يجيء والباطل يذهب. ولازم يوريها لنا قدامنا كده، جاء الحق وإيه؟ إن الباطل كان إيه؟ يبقى قد خلت من قبلكم سنن، يعني اعتبروا بما سبقكم وانظروا إلى اصطدام الباطل بالحق. أدام اصطدام الباطل بالحق إن الباطل كان زهوق، إن الباطل كان زهوق. ولذلك يتأتى ذلك، لا أقول في موكب الناس مع بعضهم، لا، أنا أقول في موكب الباطل مع حق السماء. حق السماء يمثله الرسل وتمثله المناهج، وكل حق جاء من السماء وجاء من مناهج الله قابله قوم مبطلون. ليه؟ لأن السماء دائما لا تتدخل إلا حين يشيع الفساد، وما دام فيه شيع فساد يبقى فيه طائفة منتفعة بالفساد ولا ما فيش؟ الطائفة المنتفعة بالفساد وبالباطل تدافع عنه او لا تدافع؟ لازم تدافع. بعد ذلك يأتي موكب السماء ليصادم هذه فتنشأ المعركة. ام ربنا قال قد خلت من قبلكم سنن، طرائق افهموها كويسة، الباطل زهوق، وكل المعارك انتصر فيها مين؟ انتصر فيها الحق. ولذلك تأتي سورة العنكبوت لتبين لنا ذلك من قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أدي أول إيه؟ سنة من السنن قدامكم شايفين. طيب، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، روحوا شوفوا مساكنهم حصلت لها ايه، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. لما تسمع وما كانوا سابقين يعني ايه؟ يعني كأن في حاجة بتلاحقه، والذي يلاحقه شيء يسبقه علشان ما يطلوش، قالك ما يقدروش يسبقونه. نعم، فكلا ادي السنن اهي، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا علي حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله، اذا فصراع الحق والباطل قد تقدم، وتقدم بواقع وبواقع في امم سبقتكم، وبقيت لهم مساكن فمن شاء ان يذهب اليها ليتأكد فليذهب اليها ليتأكد، ولا تزال مدائن صالحنا، ولا يزال هناك في عاد كلها، ولا يزال كل مكان فيه اثر من الاثر. ولذلك هيقول فان كنتم تريدون ذلك بقى التأكيد انا اخبرت، فمن امن بي فليصدق خبري. واللي مش مؤمن قال لي سير في الارض عشان تتأكد بقى ايه اللي حصل. الحق سبحانه وتعالى يمثل صراع الحق وهو الشيء الثابت مع الباطل، يقول لك دي قضية موجودة حتى فيما لا اختيار له، ونصنعها فيه برضو صراع بين حق وباطل فيما لا اختيار له لتكون لكم عبرة لمصلحتكم برضو انتم. اذا فهناك صراع حق وباطل في اشياء ليست فيكم ولكنها في اشياء لكم لتخدمها. فالحق يجيب لك المثل المادي
دي في المعنويات وفي القيم يقول ايه؟ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها. الاودية نحن نعرفها انها المكان المنحصر بين جبلين، والمنحصر بين جبلين اذا نزلت الامطار على الاعالي تنحدر الى الاسفل وتسير في الايه؟ في الوديان. الوديان دي عادة اللي تبقى محل الايه؟ الخصب، لان الغريان اللي بينزل من الجبال بتاع يترسب وتبقى مثلا تربة قصبة لينا يطلع فيها الايه؟ الزرع. كل واد من الوديان يأخذ على قدر سعته، والباقي لما يمتلئ الوادي كده ويقوم يجري على حته تانية يشوف له مسلك تاني. فسالت أودية بقدرها، ذلك مظهر كان مألوفا في الجزيرة. ساعة يجي السيل الأودية ايه؟ تمتلئ ماء، وكل وادي ياخد على ايه؟ على قدر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. احتمل السيل زبدا، ما بتشوفوش اللي احنا نقول عليه الريم يطفو على ايه؟ وبعد ذلك ماذا يحدث لهذا الريم؟ يتجمع كده ويطفو وبعدين يجي على ايه؟ على جنب كده. انت ما خدتلكش، ما عمركش شفت ابر مثلا بتفور فيه لحمة او بتفور فيه اي حاجة؟ ما انت تلتقي تلاقي فيه الريم طلع. الريم دي اشياء خارجة عن عنصر الشيء الموجود في القدر، فاذا ما جاءت حرارة النار طلعته وطفته على الوش، اما انك انت تسرع وتطلعه كده بره او تصيبه. تلتقي تلاقي دي في الجوانب في الجوانب كده وبعدين جاء على اطراف القدر وجمد وانتهت المسألة. الله، طب ومين جاي الزبد ده؟ جاي من ايه؟ أم قال لك إيه؟ لأن الأرض فيها أشياء كثيرة، هذه الأشياء الكثيرة جذور نبات وأشياء مش حاجات من الحاجات دي، وشيء يجيب الهواء من هنا ومن الهواء ومن يتخلل مسمته. هذه الأشياء إذا وجدت في المسام وجاءت الجذور الصغيرة علشان تعمل جذور صغير، الجذور ده عايز يتغذى ولا ما يتغذاش؟ تقول لو جت حاجه من دي عند الجزير تحوشه ما ياخدش غذاء، واحنا عايزين نخليه ياخد ايه؟ غذاء. يوم ربنا ساعه ما ينزل الماء يقول قبل الماء ما يروح علشان النبات ويزود له العناصر نعمل ايه؟ نخلي الزبد ده يضيع. يروح نازل المطر من دول غسل التربه كلها، غسل الجبل ومطلع الاشياء دي كلها الغساء ده، وهو عامله كده على الايه؟ طافي. ساعة ما يسمو ايه؟ اياك ان تفهم ان ذلك علو، ده علو لينتهي. كذلك فورات الباطل، كذلك فورات ايه؟ الباطل. اوعى تفتكر ان الزبد ده لما جه من فوق الريم، اوعى تفتكر ان الريم لما جه فوق القدر ان دي ايه؟ علو على ما في القدر. لا لا، ده ذلك تطهير لما في القدر، وهيطلع كله زبد يروح انتهى. الله، فربنا جابها من المثل ده. انزل من السماء ايه؟ ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، متختخ كده هو خلاص. ادي المسألة وشفناها وعرفناها وعرفوها كل حاجة. وان لم تذهب بمضي المدة وعمل حركة الماء من التموجية دي، الموج ده حكمله مهمة اخر، ساعة ما يعمل كده معناها بينصر. اذا قف على شاطئ اي بحر وبعد ذلك انظر الى الاشياء القذرة اللي تلقى في البحر، تلتفت تلاقي بعد مدة طلعت على فين؟ على الشط كده. وما يعلم جنود ربك الا هو. نعم، تلتفت تلاقيها كده 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 وطلعت على الشط. بعدين طلعت على الشط ياخدوها الجماعة اللي بينظفوا الشط، يحرقوها يودوها في داهية اي حاجة. والا ازاي كان يصول المية دي؟
يجب يعمل العملية دي. طيب يبقى اذا الماء لما نزل خد احتمل السيل جبدا رابية عشان يعمل ايه في التربة؟ ينق التربة من العوائق التي تعوق الجزيرات الحبوب المنشورة انها تتغذى. طيب قال لك مش بس الحكاية بتاعت المية لا دي ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. الله طب ما احنا بنشوف الحكاية دي لما يجي يحطوا اي معدن من الحديد في النار ايه اللي بيحصل له؟ بيبقى زي العجينة وبعدين تطلع منه فقاقيع 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 اللي احنا نسميها خرى الحديد. الله وتطلع كده بره وبره عشان الحديد يبقى ايه؟ يبقى قوي. الله اذا النار عملت ايه؟ سحبت الحديد وطلعت الجنس البار فيه او الجنس اللي ما يقديش مهمته لان انا عايزه مثلا منه درع قوي. ولذلك هو الصلب والعمليات دي ايه؟ ما هو معناها شيء اشتد ايه؟ حميه بالنار عشان تخلص الامر. والذهب برضه والفضه كل دي ساعة ما نحب نخلصها من الايه؟ من الاثار دي بنعمل فيها ايه؟ بنحميها واذا حميت طلعت منها الايه؟ يبقى انزل من السماء ايه؟ ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع. الحلية ما يتزهل به فلا يؤدي ضرورة والمتاع ما يؤدي ضرورة زبد مثله. طب ايه يا رب التمثيل الحسي ده في المية وفي المعادن والعملية دي ايه جايبها ليه؟ قال لك ايه شوف بقى الحكاية انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. كأن الحق والباطل اهو الحق ده زي المية مش كده والحق زي النار. المية بتعمل ايه؟ بتحمل الزبد الرابي وبعدين والنار بتعمل ايه؟ بتطلع الزبد والاشياء الغثاء اللي في المعادن عشان تخلصها الايه؟ من منفعة المطلوبة لنا. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد سواء كان بتاعة المية او بتاع فاما الزبد فيذهب جفاء جفاء يعني مطروحا مرميا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ذلك هو صراع الحق والباطل في المبادئ والقيم يصوره الله في الامور المادية. ومن العجيب انه يصوره بمتناقضين متناقضين يؤديان مهمة واحدة. التناقض مية ونار مية وماء. المية بتعمل ايه والنار بتعمل ايه؟ فاياك حين ترى شيئا يناقض شيئا ان تقول هذا يناقض ده مطلوب لشيء وده مطلوب لشيء. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. اذا العملية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد خلت من قبلكم سنن يعني ايه؟ ان في حق وفي ايه؟ وفي باطل. وبعدين يمكن انت تشوف الباطل مرة يبقى له ايه؟ فورا وعلو وتقول له لا ده الى جفاء خلاص. وهذه سنة من سنن الحياة وان اردتم ان تتأكدوا منها فسيروا في الارض. شوف دقة العبارة سيروا في الارض. اولا لها ملحظ عام وملحظ خاص. الملحظ العام اننا نفهم كلنا ان السير على الارض ده الكلام ده بتاعنا احنا انما حين يتكلم احنا
في جزئيات في الكون ما عرفناهاش الا بعدين، انما اللي خالق الكون هو اللي بيتكلم، فهو اللي خالق المسائل وعارفها. طيب احنا بنقول سيروا على، لاننا كنا فاهمين ان الارض دي احنا اللي عليها وخلاص. وبعدين بقى تبين بعد بقى العلم ما خد حظه بقى في طموحي، عرفنا ان الارض دي لولا وجود الهواء فيها ما تصلحش للحياه، ولذلك الارض لما بتدور الهواء اللي حواليها وياها اسمه الغلاف الايه؟ الله. اذا الغلاف الجوي ده من ضمن الارض ولا لا؟ طب والغلاف الجوي امتداده ايه؟ كتير قوي. يبقى انا لما اكون بسير على الارض، ما دام الغلاف الجوي على الارض هو مين؟ فوق الغلاف الجوي. انما اللي ساير على اليابسه وبعدين الغلاف الجوي لسه فوقه، يبقى ساير فيها ولا عليها؟ يبقى ساير فيها. يبقى ساير فين؟ ساير فيه. ادي واحده. وما دام المسألة سنن تقدمت وأشياء، ويريد الله منا أن نعتبر بالسنن المتقدمة، وبعدين يقول سيروا في الأرض، نسير فيها بإيه؟ أم قال لك إما أن تسير كده بالانتقال أو تسير بالأفكار. لأن طب واحد ما يقدرش يمشي ولا يعمل، الرحالة هم اللي بيروحوا. الرحالة اللي مثل النزل في جنوب الجزيرة وشافوا وادي الأحقاف وشافوا العمليات، وبعد ذلك وجدوا أن عاصفة رمل واحدة تطور قافلة بتمامها. عاصفة رمل تيجي في الهلاك تروح عاملة ايه؟ مغطية قافلة بتمامها في عاصفة واحدة. يقول له الله، اذا فما دامت عاصفة واحدة بتطمر قافلة، كم من العواصف مر في هذه القرون؟ اذا ففي اشياء جت عواصف ودارتها من الاصل. يبقى لما يجي ربنا يقول لنا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ان لم يخلق مثلها في البلاد، يبقى عجيبه فيها اكثر من العجيبه اللي قالها وفرعون ذو الاوتاد. هو قال على ذلك لم يخلق ايه؟ يبقى متفوقه عن حضاره مين؟ عن حضارة مصر القديمة. طب هي فين دلوقتي؟ نقول شوف بقى، ما دام الرمال بتيجي في عصفة واحدة بتطمر القافلة، كم عصفة مرت على البلاد دي؟ ولذلك تجد أننا لا نزال جميعا إلى الآن حين نريد أن ننقب عن آثار لازم نفحص تحت الأرض. ليه؟ ما هي كانت فوق الأرض هي. إيه اللي جرى؟ اتغطت وتتغطى وتتغطى. ده انت تغيب عن بيتك شهرا واحدا فتأتي تلاقي مليمتر من التراب الناعم مغطوا الاشياء، مع انك تكك شبابيك ونفضة يجب من الفضاوات البسيطة دي. طب لو جبت سنة يطلعوا قد ايه؟ لو جبت سنتين، لو جبت ثلاثة، مع ان الشبابيك ايه؟ ويقعد يحكيها ويجيبوا كاوتش حواليه مش عارف الايه البتاع، انما على ايه؟ على مين؟ تيجي الغبار نعم كده يروح ناحي. الله، اذا كانت دي بتحصل كده يبقى الحته اللي فيها اعاصير رمليه تطمر ولا ما تطمرش؟ يبقى اذا لما تيجي تنقب عن اثار تعمل ايه؟ تفحص سيره في الارض. شوفوا فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ايه يعني عاقبه المكذبين؟ قال لك حين تكون امه تحضرت الحضارة الكبيرة دي اللي ربنا بنقول عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثلا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ايه بالاوتاد. ام قال لك اللي بيعمل حضارات دي ده انا يقدرش من ضمن الحضارة دي يعمل لها اللي يكون ايه؟ بتتخذ ازاي حضارات الواسعة دي؟ ده لازم بقوة اعلى منها بقى، لكن بقوة أعلى منها. الحضارات اللي عملت الأشياء دي ما تقدرش تحتفظ إنها تظل؟ قال لك تبقى جت قوة إيه؟ أعلى منها. تبقى جت قوة أعلى منها، يبقى إذا نصدق تلك عاقبة المكذبين. ولذلك سورة الفجر لما جت تعرضت غنيا، قال وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. خلاص؟ فأكثروا فيها الفساد. ف...
فصب عليهم ربك. وبعد ذلك ما انتهتش المسألة فقال إن ربك لذو المرصاد. قيموا شايفكم اللي هيعمل زيهم هيجي ايه بقى بقى النهاية دي. اذا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس. شوف كلمة بيان للناس بقى دي يعني معنى ايه؟ شوف البيانات لما تيجي بتاخد قوتها وسطوتها وعظمتها من قوة من اصدر البيان. ده انت ساعه ما تقوم ثورة يقولك بيان راكب واحد اوه الدنيا كلها. البيان ده جاي من مين بقى؟ من الله. يبقى انا مش هاخدكم كده على لا. هذا بيان للناس. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هدى احنا قلنا الهدى الطريق الموصل للغاية المرجوة. وموعظة معنى موعظة يعني ايه؟ هي حمل النفس ترغيبا او ترهيبا لعمل الخير بالترغيب والبعد عن الشر بالترهيب. تلك هي الموعظة. كل هذه الاشياء حينما جاءت في ثنايا ايات احد يرجع سبحانه وتعالى الى قصة احد بعد ما خدنا منها العبرة والحادث لسه ساخن. قبل ما يكمل احنا مشتاقين بقى لقصة احد وعايزين نعرف ايه يمكن نستغل بقى الحكاية دي وحط لهم الاشياء اللي انت ايه اللي عايز ايه تحطها لهم هنا هنا ايه وإلا يمكن لما تنتهي القصة ينصرفهم. ما دامت المسألة بالشكل ده انتم جنود الحق وعرفتم ذلك بتأييد الله لكم رسوله بالمعجزة الدالة على صدقه يبقى ما يصحش معركة زي دي اللي يحصل فيها يخليكم تضعفوا بقى لان انتم عارفين سند ربنا للحق ايه وحملت ربنا على الباطل شكلها ايه. ودي احنا قلنا لكم السنن وبينا في البيان. ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. انتم الاعلون كده بجنسيتكم كده من غير حاجه لا قال ان كنتم مؤمنين. لا تهنوا تهنوا تضعفوا. طب وتضعفوا ليه؟ قال لك لان الجراحات انهكت الكثيرين في موقعة واحد لدرجة ان بعضهم ما بقاش يقدر يعني. درجة النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لما حد يقعد على المغدرش وطلحة بن عبيد الله عمل ايه؟ طاطا ليه ظهره علشان الله. يبقى اذن دي ضعف. قال وان كان. لان لما تستحضر انك مؤمن وان ربنا لم يخلي بينك وبين جنود الباطل لانك نسيب للحق والحق من الله وهو الحق مش هيسلمه. فلما تيجي لك هذه المعاني اياك ان تضعف ولا تحزنه. طب الضعف ده قوة في البدن والحزن دي مواجيد. مواجيد على ايه؟ هيحزنوا على ايه؟ اما قال لك يا اخي مات منهم كتير وجرح كتير. ده نام منهم 75 شهيد 5 من المهاجرين و70 من الانصار. وده عملية صعبة قوي. والرسول عليه الصلاة والسلام واحد منهم اللي سيدنا حمزة زعل عليه وقال ده من الغزو عشان قتله. يبقى ما يحزنوش؟ أنا قال لك لا لا تحزنوا. ليه؟ لأنك يجب أن تقارن الحدث بالغاية من الحدث. إيه الحدث والغاية من الحدث؟ صحيح القتل صعب قوي إزاي كل النفس وحبيبي وصاحبي. إنما انظر الى اين ذهب. انظر الى اين ذهب. وانظر ماذا خلف بعده. اما هو فقد ذهب الى حياة عند ربه مش حياة عندكم. اذا حياة عندنا لها مقاييس وحياة عند ربنا لها ايه مقاييس.
مقاييسنا اعلى من مقاييسه، حاشا لله. يبقى ان نظرت اليه هو فاعلم انه ذهب لخير مما ترك. فما تزعلش عليه ده، تزعل عليه ليه؟ ده انت تفرح له ليه؟ ام قال لك لان ندمت الغايه هتصل الى هذه المساله. يبقى هو ربنا اكتسب له مسافه الحياه ولا لا؟ ندمت الغايه ان يصل الى رحمه الله والى حياه عند الله، بمعنى الحياه عند الله. ده احنا لما بنكون في الغايات الدنيويه ونريد ان نذهب الى مكان، نصر ممن يعجل لنا بالزمن لنصل الى هذا المكان. بدل ما اروح اسكندريه ماشي نفسي اروح راكب حصان، وبدل ما اروح راكب حصان نفسي اروح راكب ايه؟ سياره. ولما اروح سياره المتربي او لك اركب طياره. الله. فاذا كانت الغايه المرضوه في النفس، وبعد ذلك يجيء لك حدث يقرب لك المسافه من الغايه، تبقى انت تزعل ليه؟ تزعل عليه ليه؟ واحد هيروح تلاقي مات ايه؟ يبقى اختصر له المسافه ولا لا؟ يبقى اذا ما دمت تعرف الغايه يبقى لازم ايه؟ تعرف ان اللي وصلك للغايه اول يبقى ده خير ولا مش خير؟ طب وانظر الى ما خلف، هذا ما ذهب اليه، واللي خلفه ايه؟ اياك ان تقول ان هو حرمني قوته في نصره الحق. لا، ده ادى قوه ثانيه لكثير اكثر منهم للحق. لان الواحد لما يعرف كده ان انسان كده راح باع نفسه كده، ده لازم يعرف ان الغايه ايه؟ الغايه ان ايه اللي يضحي بنفسه كده ويموت؟ ان ده يعمل ايه في اللي يشجع الغير. ولذلك كان رسول صلى الله عليه وسلم في المعركه بدر يقدم اهله، يقدم اهله ليه؟ لانه فاهم انه ان قتل الى اين يذهب؟ يبقى بيحب اهله ولا لا؟ بس بيحبهم الحب هو، ما هو برضه الناس هنا بتحب اهلها، بس الحب اللي هو ايه؟ بيحب. ولا تهنوا ولا تحزنوا، او لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم، او لا تحزنوا على ما فاتكم من الايه؟ من النصر. كل ده انتم الاعلون، انتم الاعلون. ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى ابو سفيان فقال اعلوا هبل، اعلوا الهم يعني بقى عالي. فقال الرسول لاصحابه الا تردون عليهم؟ قالوا بماذا نرد؟ قال قولوا لهم الله اعلى واجل. والى لقاء اخر.